الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. تحية عطرة نزفوها لكل مشاهدينا الكرام، كل من اختار مرافقتنا، كل من استقبلنا في بيته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، أوسطه فلاحا، آخره نجاحا لنا ولكم جميعا، كما نتمنى النجاح لكل طلبة البكالوريا. نسأل الله تعالى أن تعم الفرحة كل بيوت الجزائريين، أمين يا رب العالمين. إذا من دون إطالة نتعرف وإياكم مشاهدينا على أركان برنامج أنوار الصباح لنهاري اليوم. البداية ككل صبيحة يوم أربعاء تكون مع ركنة إشراقات بمعية فضيلة الشيخ الأستاذ بلال سويسي. حديثنا اليوم سيكون عن محمد رسول الله، عن الرحمة المهداة إمام المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سنسلط الضوء على محطات منيرة من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ركن فن الحياة بمعية الأستاذ عبد الرشيد أبو بكري. موضوع اليوم سيكون حول التفكير الإيجابي طهور. يحضر معنا البروفيسور خوجة رصيم المختص في أمراض النساء والتوليد، ودائما في إطار التحسيس بأهمية وضرورة التشخيص المبكر لسرطان الثدي. حديثنا اليوم سيكون حول علاقة حبوب منع الحمل بسرطان الثدي. تليها مباشرة فقرة أمة خير، وحديثنا سيكون حول استعدادات الجمعيات الخيرية للدخول المدرسي. آخر فقرة وآخر ركن سيكون حاضر معنا اليوم من خلاله الدكتور بنيامين عبد الرحمن ضمن ركن المرشد الاقتصادي. حديثنا دائما سيتواصل مع سلسلة صيغ وخدمات الصيرفة الإسلامية. موضوع اليوم حول الإجارة المنتهية بالتمليك. كل هذا مشاهدينا بالإضافة إلى جملة من الروبورتاجات والمواضيع من إعداد الطاقم الصحفي لقناة القرآن الكريم. نتمنى أن نكون عند مستوى وفي مستوى تطلعات كل المشاهدين، ونقدم الفائدة والنفع لكم بحول الله تعالى. فقرتنا الموالية سبحان الله. وتعالى من خلال القرآن الكريم انتباهنا إلى خاصية مهمة من خصائص السماء بقوله: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إن الأبحاث العلمية الحديثة للقرن العشرين أكدت هذه الميزة للسماء، فالغلاف الجوي الذي يحيط بكرتنا الأرضية يقوم بعمل مهم وجاد لاستمرار الحياة على سطح الأرض، فهو يذيب أحجار الفضاء الكبيرة منها والصغيرة، وبإذابتها فهو يمنعها من السقوط على سطح الأرض ومن إلحاق أضرار جسيمة بالكائنات الحية. بالإضافة إلى ذلك، فالغلاف الجوي يقوم بتصفية الإشعاعات المنبعثة من الفضاء، والجانب الغريب في الأمر أن الغلاف الجوي لا يسمح بالمرور إلا للإشعاعات غير الضارة كالضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية وموجات الراديو. أما الأشعة فوق البنفسجية فيسمح لقسم منها فقط بالمرور، وهو القسم الذي تحتاجه النباتات في عملية التمثيل الضوئي،
إذ تساعد في استمرارية الحياة على سطح الأرض. لا تنحصر الخصائص الوقائية للغلاف الجوي عند هذا الحد، بل إن الأرض تحمى من برد الفضاء المجمد الذي يصل إلى 270 درجة مئوية تحت الصفر بفضل الغلاف الجوي أيضاً. هذه الإشعاعات التي تصدر عن الشمس وغيرها من النجوم باستمرار مميتة للبشرية، ولولا وجود أحزمة فان ألان التي أوجدها الله في سماء الأرض لكانت الانفجارات العظيمة للطاقة المسمات الانفجارات الشمسية الطاقة المدمرة للأرض. إن الطاقة التي ينقلها انفجار واحد تم حسابها مؤخراً، وهي تعادل قوة 100 مليار قنبلة ذرية شبيهة بتلك التي ألقيت فوق هيروشيما. هناك نظام عجيب متكامل في سماء الأرض يحفظ الأرض من كل الأخطار، والناس غافلون عن هذه النعمة الكبيرة التي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى قبل قرون، ثم جاء العلم الحديث ليؤكد تفصيلاتها بالتجريب والملاحظة. الله من توقيع زميلتنا شهرزاد ينون، نحييها بالمناسبة ونحن نسبح بحمد الله ونستغفره ونتوب إليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نرحب بمن التحق من اللحظة أنوار الصباح، متواصل بفقراته وأركانه ومواضيعه مع مشاهديه وأوفيائه إلى غاية حدود منتصف نهار هذا اليوم الذي نتمناه مباركا علينا وعليكم أجمعين. مسك بداية فقراتنا لنهار اليوم إشراقات مع فضيلة الشيخ بلال السويسي بعد هذا الفصل القصير. بكم جميعا مشاهدينا الكرام، نرحب بفضيلة الشيخ أستاذنا الفاضل بلال السويسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذة ابتسام. أهلا ومرحبا بك، يومك طيب إن شاء الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. إذا إشراقات نهار اليوم نقف من خلاله عند الآية الكريمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا سنحاول أو سنقف عند محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الرحمة المهداة والسراج المنير. نعم. عليه الصلاة والسلام. سنتحدث عن مولده، نشأته، عن اسمه، عن اسمه صلى الله عليه وسلم، حياته، محطات منيرة. نعم. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. ما بعد، من أفضل الآيات والقرآن كله يعني كتاب أنزلناه إليك مبارك. نعم. يعني بعض الآيات لها وقع، هذه الآية في آخر سورة الفتح محمد رسول الله. الله، آية طويلة. نعم. هي سورة مدنية. محمد رسول الله، آية رائعة يعني تطرب لها الأسماع، محمد رسول الله. وقد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونقف وقفة عند اسمه. يعني نادرا ما نسمعها، نادرا ما نسمع الكلام عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، معناه، من تسمى به، من سبقه، من ما شاء الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن نعرف كل هذا عنه، وهذا من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فقد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم محمد في القرآن في 4 مواطن. نعم. الموطن الأول في سورة آل عمران، في قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذه الآية الأولى.
وما محمد إلا رسول. الآية الثانية في سورة الأحزاب، الأولى مدنية والأحزاب مدنية أيضا، في قوله تعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، على قراءتين. وفي سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم المدنية أيضا، في قوله تعالى: من نزل على محمد، ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل على محمد، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية في سورة الفتح، في آخر آية من سورة الفتح أيضا المدنية، ذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه محمد في أربع سور كلها مدنية، يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله، وذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد باسمه إخبارا لا نداء، يعني من باب الإخبار، محمد رسول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسول، هذا خبر ليس نداء غيرها. وذكر اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه أحمد، وليأتي معنى أحمد ومحمد الفرق بينهما. أيضا في قوله تعالى لما كان يتكلم على عيسى عليه السلام، وهو قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول من بعد يسمه أحمد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد في أربع مواضع، وذكر باسمه محمد في موطن واحد أيضا. أيضا مما يذكر في اسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل تشريفا له، للنبي صلى الله عليه وسلم، ما ناداه أبدا باسمه مباشرة، كما نادى قبله وغيره من الأنبياء: آدم اهبط إلى اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط منا اهبط بسلام، يا موسى في كثير من المواطن اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، يا موسى إنني هود، يا صالح، يا إبراهيم، في أربع مواطن خمسة، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت. الأنبياء كلهم ناداهم الله عز وجل وكلمهم باسمهم وناداهم باسمهم. في القرآن أن الله عز رسوله باسمه مباشرة، في تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، بداية الدعوة باسمين: يا أيها نادى يعني المتدثر، اسم مفعول به، مفعول به حتى غيره أمل، هكذا تقرأ: يا أمل الزائف أصاد وزاي سيء لم يفعل. مرة من المرات ذهب يزور النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه، فلم قالت له، يعني كانت بيني وبين أخي، غضب وذهب إلى المسجد. فذهب يبحث عنه نبي صلى الله عليه وسلم، نسيبه كما قلنا، فوجده مستلقيا على المسجد على الحصباء، فقال له مداعبا له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. فأصبحت كنية لعلي بن أبي طالب أبو تراب، فلعلها والله أعلم كأنها مداعبة وتسلي النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يخفف عنه الوطأة، سنلقي عليك قولا ثقيلا، قول ثقيل بداية والوحي ثقيل شيء عظيم، لعله يلاطفه. قلنا ما ناداه إلا تشريفا له صلى الله عليه وآله وسلم، ناداه سبحان الذي يا أيها الرسول، يا أيها الرسول يعني في نسبة التشريف، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وناداه بالعبودية وغيرها. نقف وقفة عند
عند اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لا نكاد نجد يعني أسرة تلو من هذا الاسم يعني. نعم. يعني كثير من المسلمين في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني هذا شيء يفرح الإنسان به. نعم، من سماها محمد صلى الله عليه وسلم. قبل التسمية نذكر شيئا. نعم. هل تسمي محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد ذكروا أن بعضهم قيل ثلاثة وبعضهم أوصلها إلى سبعة. قيل ثلاثة هم من تسموا باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم. من أين أخذوا هذا؟ أخذوها من بعض أهل الكتاب. أهل الكتاب التوراة والإنجيل بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوراة فيها سلم محمد وأصحابه مذكورة، محمد رسول الله، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق. لعلهم أخذوها منها منهم كما قالوا تبركا أو نعم تسموا باسمهم. كلهم ماتوا على الكفر إلا محمد فضالة كما قالوا أو غيرهم. يعني ولكن غير معروفة في العرب. العرب قريش وغيرهم لم يكن اسم محمد معروفا في ولد النبي صلى الله عليه وسلم. ولد محمد قيل في تسميته سماه عبد سماه جده أبو طالب. عبد المطلب عفوا يختلط هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. سماه جده أبو طالب، هذا الذي اشتهر. قيل سمته أمه، والمشهور أنه سماه أبو طالب، سماه عمه. قيل ألهمه الله عز وجل بهذا، وقيل رؤيا سلسلة تخرج من ظهره عبر عنها عبر أنه يحمد ويحمده الناس. نعم. يعني نعم. يثنى عليه. نعم. كما يأتي في معنى اسم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فسماه محمد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ولد قصور الشام للنور الذي خرج منها. سبحان الله. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولد واضعا يديه على الأرض رافعا بصره إلى السماء. سبحان الله. وهذه حكمة ذكرها أهل العلم في تفصيل في كتب السيرة. نعم. لعلكم يعني ذكرتم هذا في دروس السيرة. فبعثت إلى تخبر جده، فجاء جده فرحا مستبشرا، وبعد مرور أيام سبعة أيام قيل وضع يعني أولمك العقيقة، يعني جعل وليمة عظيمة دعا إليها كل قريش. فلما سألوه ما سميته، ما سميت ابنك؟ هو ابنه. إيه نعم. وهو ابنه. قال سميته كأنهم عابوا عليه أو استنكروا هذا الاسم. تعجبوا. يعني لم تسميه بأسماء أجدادك وآبائك. قال سميته محمدا لعله يحمد في الأرض وفي السماء. قال جده لعله يحمد صلى الله عليه وآله وسلم من طرف المؤمنين بل من طرف بعض الكفار المنصفين. محمد بن صلى الله عليه وسلم. يعني الذي وقع عليه المتلبس بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قال من اسمه نصيب. نعم. سام الأمهات من حسن اختيار اسم. نعم. اسم الجميل، اسم الذي يدل على معنى ثاني. يعني يتسمون بأسماء الصالحين وأسماء الأنبياء اختيار الاسم. نعم. الآباء اختيار الأسماء. اسماء. وقد يعق ابنه قد يعق بعض أبنائهم على بعض الممثلين. قد يكون ذلك الممثل كافرا، وقد يكون
لابد أن نذكره ولو كان في سنة أو غيرها. اسم ممثلة نبي معروف يعني، ثم تذهب نفسها ما مس غريبة عجيبة، يقول لك هذا اسمه لون كذا وكذا، لابد صالحين يا هارون، أنت كنت هارون في قرون. نعم. فيا أخ هارون، يا شبيهة هارون، أو أخوها هارون سموه على السلام، لابد يشترون بالجنة. اسماء الصحابة يختار الاسم، يختار الإنسان اسم، ولو تسمى به جاره، ولو تسمى يعني في الصحابة مثلا عبد الله، نعم، اسم محمد نعم. الحمد لله بعض خاصة في بلاد القبائل يسمون اسم محمد أو محمد، الأولى أن يسمى محمد. نعم. وهم لهم في هذا يهانة، هذا لا ينادونه بمحمد. قد كره عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسم محمد لما سمع إنسان أو محمد، صح. ف ما أحد باسم محمد إلا في من رخص له سماه النبي صلى الله عليه وسلم محمد، محمد بن مسلمة من أن يسمي أولاده باسمه، وبعض محمد الأمير، محمد كذا، يعني شيء فيه يعني فرح بالنبي أقولها. لاسم النبي صلى الله عليه وسلم أو ابن ابنه أو غيرها، لعله يدخل بهذا الجنة، وخاصة إن كان معظما لهذا، ولا أشك أنه روي قد ذكره كثير من أهل العلم أن عمه أبا لهب، أبو لهب هذا قتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل نزل القرآن ذاما له في سورة تسمى سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، يعني وقد خسر وخاب يوم القيامة وهو من أهل النار من المخلدين. قد روي، أقول قد روي لأنه بعضهم قد ضعفه أو الكثير من أهل العلم، قد روي أن أبا لهب رؤي في المنام كل يوم اثنين يخفف عنه من العذاب قدر النقرة أو قدر يعني طرف الأصبع، فرح بمولد ابن أخيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل من فرحه تحته نادي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي ولد يوم الاثنين، ولد يوم الاثنين الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمي ابن هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الا يدخل الجنه الا تأبه به، صح، وقد يدخلك النار بعبه به، كلمه تدخلك الجنه، صح. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة محمد والسلام. معناه معنى أنه يحمد ويحمد، يعني كثير الحمد كثير المحامد. لماذا يحمد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه كثير الخصال يحمد عليها من غيره، من طرف غيره.
الثناء بالجميل على الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وفي الأرض كما قلنا فهو محمد. وأحمد يعني هو أحمد الناس على خلاف، أحمد الناس الناس كان خيرا لقب صادق الأمين رغم أن نشأ أو ترعرع عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول كلم موسى عليه السلام بعض الأنبياء منهم من كلم اشتهر موسى عليه السلام أعباء هذه مشينا أو فعل من الشباب عادة كانوا يشربون الخمر. النبي صلى الله عليه وآله المصطفى صلى الله عليه وسلم وحتى أحداث كثيرة صقلت شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهيئته. نعم. الحمد لله. دارس التاريخ وبعض كتب السيرة ككتاب السيرة للمبارك فوري غيرهم يذكرون مثلا أحوال العالم بل أحوال العالم الحديث الصحيح عربهم وعجمهم يعني أبغضهم المقت إلا بقايا من أهل الكتاب أصابع كانوا يعني والله عز وجل بعث الفترة ما هيش الفترة الزمنية على انقطاع من الرسل الفتور من الفتور فترة يعني بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم أهل كتاب الموحدين كورقة بن نوفل وغيرهم القلة القليلة جدا في أمس الحاجة وسلم. ولعلنا بالدروس القادمة ونحن في شهر الأنوار ربيع المقبل بعد أيام قليلة على كل يوم نتشرف بذلك صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم نواصل دائما مع ونقترح عليكم الآن ريبورتاج من إعداد وجهات الوطن القادمين من مختلف ولايات الوطن. الخير
شروط الراحة لهذه الشريحة من المجتمع. إن الجماعة البدرة هدية يعني تأسست في 2006، يعني هذاك الوقت اللي بدينا فيه كانت الجمعية غير حوايج صغار، يعني كنا نمدو كنا نمو. حتى 2011 جانا محسن في البوليدة اللي أعطانا فيلا اللي المرضى في البوليدة في ذاك الوقت، يعني ما كانش عندنا فيلا يعني قبل واحد 24 مريض في ذاك الوقت. دومونداو الوالي تاع بوليدة اللي هذاك الوقت عطانا اللي رانا فيها هدية فيها 240 متر كاري اللي قدرنا نبنو هذا نقولوا احنا بتي هوتيل للمرضى. بدينا 45 ولينا 75، يعني شوفي لا ديفيرونس 30 مريض زدناهم. جمعيه البدر عندها مراكز للايواء اللي تقدر تاوي فيهم المرضى، يقدروا يباتوا فيهم، يتقدمهم خدمه الايواء، الاطعام والنقل، النقل ما بين مراكز الايواء والمستشفى. اضافه على ذلك الجمعيه تحرص باش يعني تهتم بالجانب الاجتماعي والنفسي للمرضى يكونوا مقيمين، حتى عندها نشاطات اللي تقترحها في مراكز الايواء تاعها، نذكروا منها مع محو الاميه، مع المحو الاميه كاين استاذه اللي تجي تقريهم للنساء اللي ما يعرفوش يكتبوا اللي ما يعرفوش يقراوا، كاين اللي يجوا يعلموهم كيفاش يخدموا اشغال يدويه. هي اوكوباسيون للمريضه اون ثيرابي ليها، و اون ميم طون يعني السرطان حيكون تجربه اللي حتتعلم فيها حاجات جدد. المشروع كان فكره اراد اصحابها مساعده المحتاجين من المرضى للتخفيف من معاناتهم وتوفير عناء ومشقه الصبر وتكاليف العلاج، ليتحول إلى واقع جميل بتضافر جهود العاملين وتبرعات المحسنين. محسنين يعني اللي عندهم عندنا نجيب لنا 70 خبزة في النهار، ونهار كي يروح كونجي يعطيهم لنا دراهم، يقولنا باش هادوما تاع يعني هاد الناس هادوما بلا بهم هذا ما كانش يعني. الحمد لله. التقينا ببعض نزيلات المركز المصابات بالسرطان الثدي اللواتي وجدنا كل الدعم والراحة، وصادفنا أخريات ممن يترددن على الدار قصد الاستفادة من خدماتها الجيدة. جمعية البدر باسكو كي نديرو لاشيميو انفصلينا في سياسي قبلينا، ويجوا لينا كي يكونوا نديروا في لاشيميوثيرابي يجوا يسقسيو مام على لي زاناليز لي راديو. ما نكذبش عليك ما شاء الله، الله يبارك، صفت تعيارات لي زاناليز لي راديو لي سكانر مام في الهضره تاعهم، الله يبارك ما شاء الله. لا مام يريحوك، تحسي بليك شغلك في داركم، ما يحسوكش بلي مريضه، وسختو الجمعيه هذه متخصصه بالسرطان. كي رحت للسبيطار باش نبدا ديرابي قالوا لي ما تقدريش تروحي وتجي، ومن بعد قالوا لي، قلت لهم ما عنديش وين نقعد، من بعد قالوا لي نعيطوا لك للجمعيه، عيطوا لهم في التليفون قالوا لها بعتيها لنا، بعتوني لهنايا يعني حيستقبلوني، ما عندي ما نقول لك. كاع مسيو رياض الله يبارك كي بابانا ولا كي خونا الكبير، مستقبلنا في كل وقت يسقسينا واش خصكم واش ما خصكمش، ماكلتنا في وقتها شربنا في وقته، نروحوا يدونا ويجيبونا، الحمد لله قايمين بينا يعني دايرين لنا فوق اللازم. اكتوبر الوردي مبادرة عالمية شعارها اللون الوردي، تعتمده مختلف الجمعيات والمواقع عبر العالم للتوعية والتحسيس من مخاطر سرطان الثدي والحث على الفحص المبكر. في ظروف استثنائية هذه السنة تعمل جمعية البدر لإحيائه من خلال التحضير لبرنامج خاص يستجيب لشروط وتدابير الوقاية والسلامة.
هذا العام ان شاء الله ما سافا با تيتغ بوسيبل مع لي كونديسيون سانيتير اكطويل، ان شاء الله حنتاقلموا مع الكوفيد وحيكون ان كورس فيرتويل وين حيكون الناس يقدروا يدخلوا صفحه فيسبوك تاعنا يصيبوا كامل المعلومات كيفاش يقدروا يشاركوا في هذا السباق، يقدروا يبعثوا لنا الصور تاعهم ويشاركوها معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ايضا ككل سنه جمعيه البدر تقوم باتفاقيات مع مراكز الكشف بالاشعه من اجل نعطوا الفرصه لكل النساء يقوموا بالماموغرافي ككل سنه. هذه السنه ان شاء الله جمعيه البدر ايضا عندها هذه الاتفاقيات لماموغرافي 50% فقط. لا بارتيكولاريتي دو سات اني ماش حتكون في شهر اكتوبر، حتكون في شهر ديسمبر ان شاء الله. دونك يقدروا يتصلوا بنا يحجزوا الموعد تاعهم ياخذوا الاسم تاعهم ميتو ونعيطوا لهم ان شاء الله في ديسمبر باش يروحوا يديروا لا ماموغرافي تاعهم. هذا في الجانب. كاين الجانب ايضا وين كل في الطبعه الرابعه كل سنه نمدوا 100 ثدي اصطناعي للنساء اللي داروا عمليه على الثدي تاعهم. دار الإحسان بالبليدة بذرة خير يجني مرضى السرطان ثمارها، هي مفخرة المحسنين وقدوة العمل الإنساني والخيري في الجزائر وحافز للكثيرين للاقتداء بها والحذو حذوها في تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية لمرضى السرطان. جزيل الشكر للزميلة رزيقة سلاماني وتحية خاصة لكل أعضاء جمعية البدر، هذه الجمعية التي لها باع طويل في العمل الخيري طبعا ومساعدة مرضى السرطان والتكفل بهم. نسأل الله تعالى الشفاء لكل مرضانا وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. ليس ببعيد عن هذا الموضوع نبقى دائما في السياق ذاته ضمن ركننا الموالي طهور مع البروفيسور خوجة رصيم، نحاول الإجابة معه على واحد من أكثر الأسئلة انتشارا حول العلاقة بين حبوب منع الحمل وسرطان الثدي بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروفيسور خوجة رصيم أهلا ومرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا شكوك وتساؤلات كثيرة بروفيسور حول العلاقة بين حبوب منع الحمل وسرطان الثدي، سنحاول الإجابة عنها وعن يعني الفكرة السائدة لدى كثير من السيدات أن تناولهن لحبوب منع الحمل تزيد من فرصة يعني إصابتهن بسرطان الثدي. نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحيو الجمعيات كل الجمعيات اللي قوموا بهذا بالمعاونة تاع النساء اللي عندهم سرطان أمراض سرطانية بصفة عامة وخاصة أمس الحاجة لهذا المسألة وخاصة سرطان الثدي اللي نعم. راهو يرتفع بصفة مرهبة هذه مرهبة وكما نعرفوا عالميين مرأة على 8 تقدر تدير سرطان نعم. مرأة على 8 لهذا وكي يكون سرطان هذا السرطان لو كان من شخصوص مبكرا يقتل نعم قادر يقتل لازم شخص باش المراه هذه تبرى ونعرفوا كي تبرى المراه بكري كاين حياه ما بعد السرطان ماناش نتكلموا عليها دوك نتكلموا غير السرطان والتشخيص منعرفوا كاين حياه ما بعد السرطان صدير المراه اللي عندها سرطان وثدي ولا سرطان بيض ولا سرطان القولون إبا دوكا تقدر تعيش في اوروبا ما يعيشوا عيشه صدير عاديه يتعايشوا مع المرض فوالا مع المرض ولازم مع المجتمع مع المرض ومع نعم المجتمع نظره المجتمع نعم. نظره الزوج لهذيك المراه هذيك المجتمع العمل تاعها كيف الظروف تاع عملها كيف تخدم صدير كاين نشاط ما بعد المرض السرطان ولازم هذا اللي حنتكلموا عليه نعم. اليوم السؤال يطربوا جميع المرأة جميع الاتي يقول حبوب منع الحمل هي اللي دير الكونسير نعم. هذا السؤال وخلى العلماء يعملوا دراسات نعرفوا حبوب من الحمل هما الحبوب فيهم هرمونات نعم. فيهم الاستروجين ولا بروجستيرون وهذه تؤدي غير ما دير ما تؤدي باش المرأة باش ما تولدش نعم. في البلدان الافريقيه المرأة اللي عامين ما تاخذش نائبة عندها بزاف دراري ما ديرش سرطان بزاف ونعرفوا هذا ونعرفوا هذا كاين في حبوب من الحمل كاين بزاف انواع حبوب من الحمل نعم وكل مره لازم لها حبوب من الحمل على حساب سون بروفيل على حساب على حساب ما
لازمش هذيك باي زامبل المراه تاخذ حبوب نيمبور كان حبوب من الحب بلا استشاره طبيه. نعم. لازم تكون استشاره، هذا من كيما نقولوا حنا من البازيك من القاعدات. نعم. ما لازمش باي زامبل تاخذ. الو كيف بدينا دراسات بيقول كان السرطان كيكثر راسو السرطان بصفه عامه وبصفه خاصه سرطان الثدي. لقاو ما هما الاسباب ولا العوامل تاع سرطان الثدي؟ بين الاسباب والعوامل الوراثه. نعم. تدير سوابق الفرديه وسوابق العائليه. نعم. سوابق الفرديه اللي كان المراه دارت سرطان نيمبورت كان سرطان لقاو بلي دارت دي سرطان الثدي، والسوابق امها يعني خالتها سرطان الثدي ما راح تقدر دير سرطان الثدي، هذه عامل وحده. من بعد العيش اللي تعيش فيه المراه، لقاو بلي كاين باي زومبل المراه اللي عندها بدانه معرضه للسرطان، معرضه المراه اللي عندها تدخن دير السرطان، المراه اللي عندها الكحول دير السرطان، ولقاو المراه اللي عندها اغذيه غير صحيه ما دي تعمل امراض مزمنه، هذو كاع صدير ما نعرفوش شكون هي، نعرفوا بلي اللي عندها الوراثه وهذه السمينه وهذه الكحول وهذه يعني في جريده امر نسبي إنجليزية ذا نيو انجلاند جورنال. نعم. هذه في الجريده هذه تعمل دراسات، جبت الدراسه تاع الدنمارك، في الدراسه تاع الدنمارك يبان لقاو النسبه درسوا سرطان لقاو 11 مليون مرأة، لقاو في 100,000 تاع مرأة باغزومبل اللي تاخذ لابيلول 65 عند لقاو سرطان الثدي، و100,000 المرأة اللي ما تاخذش لابيلول لقاو 40 لقاو 50 13 كاين فرق 13 قال المراه صافي صار لابيلول تنجم هي تادي السرطان، ومن تم بدات الاشعه تخرج. نعم. بدات تخرج المراه عندها تاخذ لابيلول يبان نسبه بارابور المراه اللي ما عندهاش لابيلول كاين سرطان. نعم. لكن هاد البلدان هادو ما دردوش الكحول، ما درسوش الطبخ، ما درسوش نعم صادير الدراسه هذه ما تكونش يبان حوسوا العلماء بداوا يحوسوا، دراسات امريكيه دراسات كنديه لقوا صح النساء كي درسوا السرطان لقوا عندهم نسبه شويه عاليه عاليه تاع السرطان، مي لقوا النسبه القل كي المراه اللي تاخذ لابيلول اي محميه من سرطان الرحم وسرطان القولون، صادير سرطان مي لقوا سرطان العنق الرحم والثدي كاين بزاف ماشي بزاف مي كاين نسبه شويه بزاف، ولهذا عملوا صدير دي زوبجيكتيف وعملوا دي ريكومونداسيون كيما نقول تنبيهات. نعم. وارشادات عملوا ارشادات كيفاه نبدلوا لابيلول واش من العمر نبدلوا لابيلول، لقينا دراسات واش تقول؟ تقول المراه اللي تاخذ تكون فوق 35 سنه وتاخذ لابيلول النسبه تاع السرطان يطلع، معليش السرطانات كاع يطلعوا في الربعينات نعرفوهم. نعم. لقاو النساء اللي تاخذ فوق 10 سنين لابيلول بنت تدم دير السرطان، بدي دراسات واحد اخرين المراه اللي تاخذ 5 سنين وتحبس السرطان ما يكونش سرطان ثدي. نعم. صدير هادو تنبيهات باش يقولوا لنا بالكوا، ولهذا لابيلول حاجه مهمه ومن الحمل حاجه مهمه. نعم. في العالم حمل كاين 140 مليون مراه في العالم تاخذ لابيلول. لابيلول. نعم. صدير كاين النساء دون ياكل عليها باش تحافظ على صحتها لابيلول، تحافظ على السلسله التناسل، صدير باش ما يكونش باش نحافظوا على لا بوبولاسيون لا بوبولاسيون باش ما تزداد، صدير ننظموا هذه لابيلول. لابيلول كي ناخذوها عندها ايجابيات. نعم. وعندها سلبيات لو كان ناخذوها بصفه عشوائيه نسيت استخدامها طبعا. فوالا والاول السلبيات ماشي السرطان، اول السلبيات الامراض القلبيه والشرايين لي مالادي كارديو فاسكولار، هادو هما اول السلبيات تعطي لي فليبيت لي زومبولي المراه كيما تاخذ تنجم تبوشي عرق تاع رجليها ولا عرق تاع البومون سوا تعمل اون باراليزي ولا تموت. هادي هو كان تاخذ وربما عنده علاقه بمده تناولها لهذ الحبوب هي في المالادي كارديو فاسكولار المده الزمنيه عام في المرض السرطانيه وكان تاخذ بزاف لابيلو. نعم. هادي دراسه ملي قلت لك هالدراسات الزيتي بيزي واش ما تيزيتي بيزي سوش دوت فاكتور صادي العوامل الاخرى شكون ماشي كيف كيف المراه الجزائريه ماشي كيف المراه هاي تاع لازي سمينه وحده تدخن وحده ما وحده ما تاخذش صادي ما لازمش نقارنوا هذا ونقولوا لا لازم ندير لكن هناخذوا الارشادات باش
تنظيم النساء. بروتيكسيون منها نفحتها اعطيني تاع الجاره اعطيني تاع اختك ولا اعطيني تاع امك لا لا بلو لازم تكون في دون اون كونسلتاسيون لازم يكون فيها فحوص لو بروفيل دو باسيون المشكل كي يشوف لك بعدا يشوف كي لا بيلول اللي ما تشوف باغ اكزومبل كاين لي زيفي سكوندير اللي يشوفوا مراه اللي ما تحملش هادو هي ما تحملهم كاين باغ اكزومبل راسها يوجعها صدرها يوجعها تكون حتى يلحقوا منع لو ستيريلي هذه انواع اخرى يعني في انواع اخرى وكاين طبيب هو يمد الارشادات ويمد لها لي ريكومونداسيون نعم بالسؤال هي اللي تمد الكونسير الجواب قول لا لا قول لا ماشي لا بيلول اللي تمد الكونسير باش نعرفوا دوك لو كونسير هاد العوامل سادير تاع ليمونتاسيون كاين كاين دي فوا في دراسات نقولوا المراه اللي تحكم شوتين غور سيغي هذا يجمع بين الغازي تاع لو سان اي لو كونسير لي ديودورون هادو فيهم لي سيل داليمينيوم يقولوا بلي ينجم هاد لي سيل داليمينيوم تعمل لابي مي هذه دراسات علميه هادو ما نجموش نطبقوا عليها مي كي نطبقوا على باغ اكزومبل الحبوب من الحمل لا لا نعرفوا واش كاين دراسات نعرفوا من يجي السرطان نعرفوا كيف تاخذ الو دركا المراه اللي ما عندها سرطان ما عندهاش لي تريك ما عندهاش عوامل يبا تنجم تاخذ لا بيلول تقولي لي السؤال لو كان عندها السرطان وبرات بايزا عندها السرطان اسكو تاخذ لا بيلول نعم نجاوب على هذا السؤال بعد استقبال مكالمه هاتفيه بروفيسور فيه الاخت كريمه من العاصمه السلام عليكم ورحمه الله نتكلم ورحمه الله صباح النور نقدر نهضر مع خوجة طبعا تفضلي صباح الخير دكتور صباح الخير دكتور شوف عندي بنتي على 27 عام نعم وعندها في بروف لو سان تاعها نعم مي لو ميديسان اشاك فوا يعطوها دي ريكومامير بصح ما يعطوهاش كان 12 وبعد ذلك طلع 16 ودوك راهو 18 فيركول. تخي بيان، ادينو فيبروم، ايه. فوالا، بصح ما طولش تخدمو اسكو يدوب يدوب وحده ولا لازم لها شوف انايا واش لازم لها. نجاوبك، دوك نجاوبك. يعطيك الصحة دكتور، ميرسي بوكو. شكرا كريمة، معنا في المتابعة. نجاوبوا الاخت كريمه ولا نجاوب الفكره ونجاوب الاخت نعم. كريمه اذا كانت عملت سرطان من قبل هل تاخذ هي لو كانت لو كان دارت سرطان نعم. مهما كان نوع السرطان وبرات بايزام دارت عمليه وبرات يبان تماك لا بيلول ال دوفيان كونتر انديكي ما نبدوش المراه اللي عندها سوابق هي بيرسونيل وما تقولي لي اسكو المراه اللي عندها سوابق عائليه نعم. اي في زعما تقولي ما هو جات صغيره تاخذ عائلي الاصابه بسرطان الثدي يعني هذا السؤال يطرح كثيرا فوالا دوك الدراسات بكري كانوا يخافوا مي دوك كاين دراسات ال سون بيرتينانت نعم. يقارنوا ويقولوا هاد الدراسه يقولوا ميم لو كان كانت هي امها عندها سرطان صافا دير هي عندها سرطان يبان تقدر ينجموا يعطوها لا بيلول ينجم ماشي ممنوع بيقولوا لو كان بايزون تحفظ تدير فحص جني صادير ليتود جينيتيك نعم ليتود جينيتيك يقول لها انت بالك مدام تقدري ديري سرطان باسكو في العائله عندك سرطان ودرتي لا ميوتاسيون جينيك تاع لو جين بي ار سي ان هذا تقدري ديري سرطان هذا لهنا نحيروا صادير ما نمدولاش لي زورمون في بعض الحالات نعم. الاخت اللي يكون عندها افرازات هرمونيه تاع الاستروجين باسكو نعرفوا 60 70% السرطان الثدي اي سون هرمونو ديبوندون عندهم يمشوا يعيشوا بالهرمونات الهرمونات هما اللي اثروا عليهم يبان يعطوها ادويه ضد الهرمونات دي زونتي استروجين هذه بعض الحالات خطره نعم. تقولوا المراه اللي تنحي لها الهرمونات شو الورده تنحي لها الماء الدوب كاين نساء تقول لك لا لا ما ناخذش ما عنديش سرطان علاش تعطيني دوك الدواء كي دير نفحصو كي دير تعطيني يبان ما ديرش تاخذ تقول لك ما نديش هذه لونديرمون كاين واحد اخرى تقول لك لا لا انا خاف ونخاف على سمعتي ونخاف كاين ونقول لهم يعملوا استئصال وقائي سادير نديروا لا ماستيكتومي بريفونتيف كيما لاكتريس هذه كونجيلينا جولي كاين هذه ممثله كبيره امريكانيه نعم. كان عندها السرطان في العائله دارت فحص لقات روحها بلي عندها سرطان اي بس صارت صار السدي باش ما تجيهاش السرطان هذو الحالات الوقائيه نعم
نعم فيها مكالمة هاتفية. نعم. خديجة نعم. متزيوزو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك خديجة. الله يسلمك. عايشك. كيراكم لاباس؟ الحمد لله. بغيت نسقسي الدكتور، عندي كيس في السبيل تاعي. نعم. في زوج. الجهة اليمنى فيها واحد والجهة اليسرى فيها اثنين. نعم. هو الطبيب قال لي راه قل من واحد سنتيمتر. نعم. اسكو الكيس يقدر يتحول لسرطان؟ نجاوبك نجاوبك. نعم. شكرا خديجة، الله يسلمك، بارك الله فيك أختي خديجة. أم سيرين دايما من تيزي وزو، السلام عليكم أم سيرين. هي معنا أم سيرين، السلام عليكم. ربما انقطعت مكالمة الأخت أم سيرين. إذا نجاوب على الأخوات الكريمات. أحسنت، لهذه الأسئلة تاع القناة نعرفوا بلي كاين أمراض ثدي، أمراض ثدي أخرى، أمراض يعني كما نقول بيني حميدة، تكون أورام حميدة. أورام حميدة، كاين أورام حميدة، كاين أورام حميدة اللي تنجم تمد السرطان، دوك نتكلم عليها، وكاين أورام حميدة اللي قال يعني أورام حميدة تتحول إلى سرطان. كاين أوراد حميدة، مي علاش قلت لك السرطان سي دوك جينيتيك، سادير هذيك الأوراد هذه من الاول تكون حميده، من بعد نشوفوا التطور تاعها بالهرمونات يبان اكثر. باغ اكزومبل الاخت هذه قالت لي عندي كيس واحد سنتيمتر. نعم. لو كان عندها الثدي تاعها، باسكو واش كاين في الثدي؟ الثدي واش كاين؟ كاين غده. نعم. وكاين الشحم نقولوا الدسم. نعم. الغده هذه واش فيها؟ فيها حويضات لي لوبول، هذو لي لوبول تماك اللي ينتج الحليب، وكاين قنوات اللي يخرجوا لو ماملون، هذوك يقولوا لي كانو غالاكتوفوريك. وكاين سرطان، كاين سرطان تاع لي لوبول حويضات، وكاين سرطان تاع لي كانيول، وكاين الشحمه يقدر يكون هي كي تكون تقول لي كيس، ينجم يكون كيس في الشحمه. نعم. ينجم يكون كيس في الحويضات، كون باغ اكزومبل الحليب او تماك وتحجر. وتفاوت الخطوره بين هاد الانواع، انواع الاوراق بيان سور. في السرطان جميع السرطان كاين نوعيه وكاين خطوره تاعهم وكاين التشخيص تاعهم، سادير التعريف. نعم. كاين واحد يشبه نقولوا حنا اللي بيان ديفيرونسي كيما هذا، كيما الحويضه ناط فيه بي ديفوا، ديك الحويضه هذيك تلمون تتكرفس نقولوا بالبلغه ما نعرفوهاش، نقولوا انديفيرونسي. كي نقولوا انديفيرونسي معناتها السرطان هذا ينجم يكون خطير. نعم. كاين يكون داخل الحويضه، كاين يخرج خارج الحويضه، ساتير ايتري انترالوبولير اكسترالوبولير، كاين انتراكاناليغ داخل القنوات، ديفوا يخرج يكون داخل ثدمي مشى. نعم. ونعرفوا خليه سرطانيه، خليه تولد ملايير في الساعه، كي تولد تمشي عبر الجسم، عبر في الدم، في القناه اللمفاويه هذه كانوا لمفاتيك، تمشي وتروح في الجهاز العظمي في المخ وكذا، وتؤدي الى الم الى مرض ما يداواش. لهذا لازم نشخصوا من قبل. كاين امراض حميده ما قبله نقولوا نسموها ميسلي ما قبل السرطان، ماشي سرطان. كاين باغ اكزومبل لي زادينوفيبروم، لي زادينوفيبروم شغل فيبروم تاع الوالده، ما مرض هو حميد ينجم يكون لو سان، مي ما عنده حتى دخل، ما عندوش دواء، هي شغل حبه يابسه هكذا ما عندها حتى دواء. نعم. ولا كبر بزاف. نعم. نحيوه. ولا كاين يمد الالم نحيوه، ولا ما يمدش الالم يكون نعسوه. يعني كما الاخت كريم العاصمه بنتها 27 سنه قالت انه يكبر من 12 16 معليش دوك هذا الطبيب هو يشوف هذوك، ولا كبر وشوه لها الثدي، ولا كبر وعطاها الالم، ولا كبر والنوعيه تاعو في الاشعه تبدلت، لازم تنحيه. باسكو كاين لي فيبروم بعيش شر لي فيبروم ينجموا يتحولوا لي ساركوم كون ابل لي ساركوم، ولا هنا كاين نوع من السرطان يقولوا لي تيومور فيلود، لي تيومور فيلود تاع لو سان. لهذا كي نشوفوا الطبيب يشوف ولا كبر يعملوا لها ان سيتو بونكسيون، يقولوا في ادينو فيبروم ولا تيومور فيلود، تيومور فيلود راح تنحيه باسكو كاين نوعيه تاع تيومور فيلود تنحيه، كاين غير تنحيه وتبرا، كاين تنحيه ويعسوها. نعم. داكو هذه الاخرى. مي كون لي كيست كيكون كيست عادي سامبل نديروا له والو. نعم. سادير نعسوه في الاشعه بليكوغرافي، نعسوه والطبيب، ولا كان يتبدل نوعيته، سادير لا باغوا دو كيست تتنفخ، ولا كان فيه الدم، ولا كان فيه لي تخو، ايبا يكون يشبه الطبيب هذا لازم يعمل له سيتو بونكسيون، ولا سيتو بونكسيون فيه كان الاخر ايبا تروح تعمل عمليه، سينو الطبيب يشوفها الاخر. ينجم يكون كيست واحد وين يجي يكون ثدي فيه كاع لي كيست، شكون ابيلا ديستروفي فيبرو كيست. هذو كاع لي كيس كيكون لو سان فيها كاع لي كيس، يبقى هذا هو مرحله ما قبل السرطان.
هذا طبيب يكون شيء اكثر من كيست واحد كما قالت الاخت متصله يكون عندها يكون كاع سد تحيقل طبيب نساء قالت انه عندها في الايمن واحد يتحول الى سرطان لا ما يتحولش مي لو كان انا قلت لها السرطان كي يكونوا بايزون بزاف لي كيس ويكونوا بعليت كي بنعسوا ينجموا يتحولوا للسرطان كي يكون واحد وما يتغيرش الاخر تاعو عادي خدير عادي ماشي الطبيب واش راح يقولها؟ يقولها انت يا لازم نعسوك كل شهور سادير انا مراكش بايزون ثد هذا فيه كيس كل شهور نعسوك هذه الاخرى اللي ما عندهاش كيس ولا بالك يقول انت كل عامين سادير يكون الشهادات ولي ريكومونداسيون كيف راح يعسها الوقت يتغير صح داكور هذه باش نعاود عند الراديولوج المختص ويدرسوا هذا ويعطوها ولا كانت عندها اضطرابات في الدوره الشهريه لو جينيكولوج تاعها يعطيها ادويه ينظم لها الدوره الشهريه ولا كان عندها لو كيس هذا الم ينجموا يعطوها هرمونات تدلك بها صدرها ينجموا مي هذا تحت ارشادات طبيه ديال ما نجموش نمدوها هكذا بصفه عشوائيه جميل امات الله من خنشله السلام عليكم اريد ان اشارك بهذه الحصه من فضلك اهلا ومرحبا بك امات الله تفضلي اريد ان اسال الطبيب وينصحني من فضلك نعم تفضلي أمة الله انا عندي عرق في الثدي اليسرى وش عندك عرق فيه التهاب الماستيت ايه بس عندي 8 سنوات وانا نعالج عليه ايه يعطوا لي اورغامترين ويعطوا لي المضادات الحيويه ايه اورغامترين على ايه انا اورغامترين هذا شريته بزاف ولا اثر على الثدي اليمنى ايه درت عندي الحليب الثدي اليمنى انا حس كيفاه يخرج هذا الحليب خفت لي يولي لي سرطان والعياذ بالله والثدي اليسرى احنا الطبيب اذا ما فهمش نعاود المشكل نتاعي لا لا فهمتك مي لو كانت هذه بالدرجه باش كاع الناس تفهمك نعم ايه عاودي شرحي لنا الحاله تاعك امات الله شحال في عمرك انا عمري 49 سنه نعم 49 سنه الله يبارك كنت نعالج على التهاب عندي عرق في الثدي اليسرى ايه نعم عندي التهاب إيه؟ درت عليه الراديو وعطاو لي المضادات الحيويه والاورغانترين بس نمشي بهم ساعه نعالج ساعه ما نعالجش المهم درك 8 سنوات بريتي الاورغانترين كليته بزاف ولا دار لي الحليب في الثدي اليمنى الحليب وليت نعاني من الثدي اليمنى وليت خايفه من الثدي اليمنى اللي كاين الحليب فيها الاورغانترين الحليب بزاف يدير لي الضغط كل مره يدير لي الضغط بغى يخرج ما حد كيفاه ندير نجاوبك نجاوبك يا اختي نجاوبك نعم جاوبك. ارجو من الطبيب ان ينصحوني نصحك نصحك تابعينا وبقي معنا في المتابعه امه الله يتفضل البروفيسور بتقديم الاجابه كاين الامراض في الاوراد الحامده التهابات لي ماستيت لي ماستيت وكاين دي فوا التهابات طول في زمان كبيره كيما هذه 8 سنين ويعطوها ادويه ويعطوها هاد لي ماستيت هذا داوي بدوا باش عندها ميكروب دخل داخل الثدي وعطاها هذا الثدي اليسر وكانوا يعطوها وللاسف كان طبيب فات العمر وكان يعطيها لورغاميتري لورغاميتري هذا ماشي هو اللي يدير لك الحليب لورغاميتري يعطيك هي هرمونه بروجستيرون مي بروجستيرون كي تكون الضغط نجم تعطيك الضغط الدموي تعطيك لي تخيك مليحه وماشي مليحه ليك سادير كي كنتي ب 49 سنه حبسي النصيحه الاولى تحبسي اورغاميتري تروحي عند الطبيب تاعك تحبسي اورغاميتري يشوف من جاك الحليب بالثدي اليسر باسكو ما عنده حتى علاقه مع اورغاميتري يدير لك فحص تاع البرولاكتين ومن بعد بالك يشوف من راسك واش عندك المشكله فيها في راسك ويعطيك ادويه ضد الحليب هذه في الثدي اليمن في الثدي اليسار اللي عندك لا ماستيت ولا ماستيت هذه ما كاش دواء كاين دواء تاع ضد الميكروبات تدير لي زانتيبيوتيك في بعض الحالات لا ماستيت تكبر تمشي ما تبراش غادي نعطوها دواء تبرا شويه زيد تعاودوا لي نعطوا لها تبرا شويه هذه لازم لها جراحه نقولوا احنا انقوها بالدارجه جراحه لهذيك لا بارتي اللي خامده باسكو الميكروب الداخل ما حبش يخرج يداوي الميكروب السطحي من الميكروب الداخل يقعد يتخبى يريح شهر ومن بعد يزيد يخرج يدير لها التهاب يزيد يقعد شهر ويبدا وتبدا في زمان طويل طول هذه بعض الحالات نعملوا جراحه نقيو هذاك المضرب ودي فوا نقيو مضرب كبير تدير باش تبرا ديفينيتيفو ياك هذه لا ماستيت تدير انت عندك زوج مشاكل المشكل الاولاني تاع لا ماستيت الطبيب راح ولا برات الله يبارك ولا ما برات يعمل لك عمليه
نلقيها لك. المشكل تالي تاع اورغاميتري 49 سنه يفو فيغ تخي اتونسيون هاد الهرمونه هذه تنجم تعطي لك ضغط دموي تعطيك باسكو لا بيلول سي فري تنجم تعطي كانسير دو سان كانسير ميم كانسير تاع الفوا تاع الكبد سادير انا ما قلناهاش وتنجم تعطي كانسير تاع سادير ماشي تعطي نسبه تعطي كانسير عقل عنق الرحم هاي الكانسير دو كول لي كارسينوم هيباتيك اي لو كارسينوم مامير هادو في ثلاثه تنجم تعطيهم. وانت عندك الحليب ما عندوش علاقه مع اورغاميتري داكور لازم تشوفي الطبيب يعمل لك تشخيص يدوزي لا برولاكتين ويعطيك ادويه مضاده تاع لا برولاكتين وان شاء الله تبرئ ما يكونش ان شاء الله يا رب العالمين شفاء لكل المرضى. أمين. في الختام بروفيسور نصائح فيما يتعلق باهميه التشخيص المبكر لداء السرطان. الو اميد شوفي السرطان ثدي صديرك تشوفي لي زاسوسياسيون الناس وكاين شهر اكتوبر كاع شهر اكتوبر لتحسيس النساء لتشخيص مبكر ماشي لمكافحه السرطان من كافحه ولا كان سرطان كما نقول المقابله انتهت ولا جا السرطان هذا نحسوا المراه باش ماشي المراه نحسوا كاع الناس باسكو كاع الناس ما من الرجال عندهم سرطان ثديه ايه نحس نديروا تحسيس باش يروحوا نديروا تشخيص مبكر. حاجه الاولى اللي نقول حاجه الاولانيه ايبا وقتنا الحالي سرطان بصفة عامة نعرفوا كيف يجي وديفو ما نعرفوش كيف يجي ما نعرفوش. كاين مرة على 8 كنا بكري نقولوا في الألفينات برك 4000 كل عام ينوضوا اليوم أنا في 2020 أنا رانا في 14000 نوفو كا معناتها كاين مرة اللي عندهم سرطان 14000 نوفو كا سادير يزيد النسبة يزيد أو يا كيف نديرو سادير التشخيص ما كامل ما لازمش نلقاو المراه تروح كيما نقول تلقى تشوف روحها عندها حبه لا تلقى حبه صدير عندها سرطان وقلت لك هذيك كيف يكون سرطان الخليه تولد ملايير الحبه تكون تحت الجلد الحبه تحت الجلد دخل السد تاعها هي ما تحس والو دوك هي وشو لازم اسكو كي تكون حبه صغيره في ثد كبير تنجم تحس به ما تقدرش تحس به مام طبيب ما يلقاهاش لهذا كاين حاجه اللي نجمو نديروها الاشعه لا ماموغرافي يعني هذه الظروف الاستثنائيه نعيشوها وانتشار وباء لكن يتخوفوا ربما لا لا ما لازمش يتخوفوا ماموغرافي ما لازمش كاع اكتوبر روح نديروا التشخيص كاع في شهر في شهر اكتوبر التشخيص هو طوال السنه طوال السنه بشهر اكتوبر نفكروا يبقى التشخيص طوال السنه ونروحوا عند الراديولوجي نروحوا بانتظام ما لازمش يروحوا 100 وحده باسكو كان يروحوا 100 وحده يبقى نروحوا بايزوم كل حومه ولا عندهم سادير ان كالوندري يروحوا يديروا التشخيص لازم يكون تشخيص مبكر ونقول لكم لا ماموغرافي سي فري تشخص مبكرا السرطان لكن 90% يشخصوا مبكر 10% ما يشخصوش لا ماموغرافي تنجم تكون نورمال في بعض الحالات المراه تقول لك عندي غير ماده ماموغرافيا 6 موا عندي صار 6 موا يعاودوا يشوفوا ايبا كاين ماموغرافيا هذا لازم تتعلم ملي كانت صغيره نعم هي تكبر ملي تزوجت تولي تروح للجينيكولوج طبيب العائله لازم اول مادام رحتي عند طبيب دالك اسم الطبيب ولا القابله يعلموا النساء كيف يشخصوا الثدي حم صديق كان في هذه المرحله في 10% المراه هي اللي تجم تقول للطبيب نعم تجيني حسيت حاجه ميم هو ما يلقاهاش هي تقول له اني نتبعها كي نديروا لا ماموغرافي ونعسوا لا ماموغرافي نورمال عندها شاك دو زون سينو لا كانت الحالات اللي يقول لك ما قبل السرطانيه ولا يقولها انت كل 3 شهور انت كل 6 شهور لازم تجي تشوفك ما لازم يقولها الطبيب كل 3 شهور تروح تجيها على عامين. جزيل الشكر بروفيسور على كل هذه النصائح القيمه اللي تفضلت بها ان شاء الله ياخذوا بها كل السيدات ونتمنوا الشفاء للجميع. نواصل معكم مشاهدينا اذا نقترح عليكم الان شباب الغد الخيريه. الضحكة الجميلة والأمل هم التي تعطي للحياة ألوانا هم السنة.
يصنعونها وبأبسط الأشياء. الطفولة من أجمل مراحل الحياة بالذاكرة وترسم في المقبلة. هم المستقبل الحقيقي للمجتمع، لهذا هم محور العملية التعليمية وعمليات التربية بوسائط رؤية. في ربيعها التاسع تبدو سعيدة لوجودها بين لاسترجاع مكتسباتها المختلفة. أنا اسمي رؤية، نقرأ عن تاتا زهور في إيكول إيديال عند متخز وأنجلي عند لي وفن الإلقاء عند أستاذة فاطمة. نادي إيديال ستيودنت فرع لجمعية شباب الغد الخيرية، يوفر ويهيئ من خلال طاقمه والدورات التي ينظم تمكنهم من ممارسة عنان لإبداعاتهم ولصقل قدراتهم ومواهبهم، وتنشئهم على تعلم السلوكيات. نادي إيديا ستودنت برج كيفان وسط، احنا فرع من الجمعية نشاطها يعني هدفها خيري، احنا نخدموا لصالح الجمعية اللي النسبة تاعو يكون الفقراء والمحتاجين يعني بصفة عامة. احنا نشاطنا هنايا في النادي على جانب اطفال رياض الاطفال يعني من سنتين الى خمس سنوات، دروسهم مختلفه الاولى يعني برنامج فرنسي عربي. جانب اخر عندنا نشاطات تدريبيه تكوينيه للكبار يعني من جميع النواحي. في اول سبتمبر 2019 كانت اتفاقية مع رئيس الجمعية اللي نحيوه الأستاذ هشام، نعتذر عن غيابه، أعطانا يد المساعدة، دعمنا، مشينا عليه والحمد لله نجحنا فيه. بدينا يعني بالعقل، شتي هذيك تاع البداية، الإرادة صنعت الحدث. رانيا انضمت لبرنامج المتحدث الماهر بحثا عن استرجاع إيصالي والتواصل. يلا رانيا. أنا اسمي بوسمي رانيا، أتيت في عمري 12، أتيت أولى إلى هنا وأن أكسر حاجز برنامج تدريبي للأطفال. كان فكرة يعني جربتها على أطفال تحضيري خمس سنوات لمدة سنة، بعد لقيت أنه هذا تكون فئة أخرى يعني فئة السبع سنوات إلى 14 سنة، هو برنامج معتمد من المشروع العربي للتعلم، يعني نحاول من خلاله إلى كسر حاجز الخوف لدى الأطفال. استجابة التحديات التي فرضها فيروس كورونا على الأبناء وتحذيرا للدخول المدرسي، على عاتقه حصص دعم للتلاميذ في مختلف الأطوار وتحفيزهم نفسيا. هنا قسم يمارسون الرياضيات، الأناشيد، ابتدينا كما عطاونا التصريح باش نبداو الدراسة ورانا معهم الحمد لله ما شاء الله راهم متجاوبين. دخلوا وشافوا الحمد لله تجاوب وتعلموا حاجات بزاف من سبتمبر الان، يعني تعلموا وتجاوبوا معنا والحمد لله الاولياء راح لهم الخوف كامل. بعد الظروف اللي مرينا يعني بها بسبب يعني ما تقارب 4 نفسهم يعانيوا من ضغوطات نفسية اللي كان لازم عليهم أنهم يخرجوا ويروحوا عن نفسهم، وحنا فتحنا هذا النادي باش الطفل نعاودوا نكسب الثقة في هذا نحفزوه، خاصة وحنا على أبواب الدخول المدرسة.
ونزرعوا فيهم الثقه بالنفس. يعني الطفل اذا ما كانش عنده ثقته بنفسه ما راش يقدر يعتمد على نفسه يعني في اي شيء، خاصه قلت لك الطفل لازم يكون اكثر تحفيز. طلب العلم وفعل الخير، يموت الإنسان فيذهب ماله وجاهه وتبقى إنتاج. جزت هذا الروبورتاج، نلقاكم ونتواصل وإياكم مشاهدينا الأكارم، نسألكم وتقديم أن يجعلنا مفاتيح طبعا، وحتى يكون الإنسان كذلك لابد من يكون إيجابيا في حياته وفي كل تصرفاته. هو الموضوع أستاذنا الفاضل عبد الرشيد أبو بكري ضمن ركن فن الحياة بعد هذا الفاصل القصير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أستاذنا الفاضل، أهلا ومرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا أختي ابتسام بالصبيحة المباركة إن شاء الله عز وجل. نأمل أن تكون إن شاء الله صبيحة إيجابية للجميع. إن شاء الله تكون إن شاء الله. إيجابية مليئة بالتفاؤل إن شاء الله، بكل خير لكل مشاهدينا الكرام، كل من يتابعنا. تحدث الإيجابية اليوم، ربما قد يتساءل سائل حول يعني مواصفات الشخص الإيجابي وكيف نكون إيجابيين في حياتنا. نعم. الذي يملك تفكير إيجابي. رائع جدا. بالفعل فالإنسان في هذه الحياة دائما خلقه الله سبحانه وتعالى يتقلب بين الأمرين، يتقلب بين الأمور الجيدة قد لا يعني يندمج مع الأشياء حتى لا نكون أمور سيئة. نعم. يندمج الإنسان بين الأمرين، فهذه الحياة جعل الله سبحانه وتعالى تتقلب بين الأمر، ليس حياة كلها إيجابية وليس كلها حياة فيها أمور جيدة بالنسبة للإنسان، لكن يتلقى الإنسان بعض الأشياء نسميها في الجانب الشرعي نسميها الاختبار أو يضع مثل هذه تسمى البلاء في المصطلح الشرعي. نعم. ابتلاء يبتلي الله سبحانه وعز وجل الإنسان بهذه الدنيا. إذن ما الإنسان ليس على حياة لا تمر على شيء واحد، فيحتاج الإنسان من كل الأمور الحياتية بتفكير إيجابي. التفكير الإيجابي الآن واحد من أهم العلاجات النفسية التي من خلالها يستطيع الإنسان أنه يتأقلم مع حياته. نعم. المقصود من التفكير الإيجابي هو أن يتأقلم الإنسان مع الحياة. نحن دائما نضرب أمثلة في هذا الميدان، حلوة أمثلة كثيرة تدل على الإنسان لابد عليه أن يكون إيجابي. دائما الفكرة في الفكر التفكير كيف يرى في الجانب المضيء فيما يحدث لها. نعم. لأن كل ما يحدث لك أول شيء بالنسبة لنا كمسلمين هو رضا. نعم. أن يرضى الإنسان بما قدر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر مفروغ منه. في التعامل مع هذا القضاء الذي قدره الله سبحانه عز وجل ينبغي أن تنظر إلى الجانب المضيء. قد يصيبك الله سبحانه وتعالى عطل مصالحك، عطل شؤونك، في أكثر ألام ألام تكون لديك، لكن إذا نظرنا في الجانب المضيء إلى هذا الجانب في هذا الجانب فهناك أشياء لا تعلمها نعلمه. على الأقل الذي يعطينا راحة نفسية ويعطينا قوة للتفاعل مع هذا المرض هو أننا نختبر، أننا نبتلى، أن الله لا لا يعني أن الإنسان مؤمن ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان له يصيبك في الدنيا لتعتبرها ألم شديد وفيها قلق وفيها تعطيل وفيها كذا، الله سبحانه وتعالى جعل لك فيها أجر يوم تكون الأجر كبير. يعني هذا هو الرضا بقضاء الله رائع سبحانه وتعالى خيره وشره، وهو يعني أساس الإيجابية. أساس التفكير الإيجابي هو الرضا بما الرضا في حالة العسر وفي حالة اليسر. فالرضا عندما يكون الإنسان قادر على إنك الآن لو نتعامل مع الأمور لخاص الأمور التي نريدها. نعم. نتعامل معها بنرفزة، نتعامل معها بقلق، نتعامل معها بعدم الرضا. الآن المختصون يقول
الأمراض الآن التي يكون فيها الناس هو عدم الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يدخل في حالة من القلق والحزن. الآن أحد أهم الأسباب للأمراض العضوية الحزن الشديد، فيؤدي إلى الكثير من الأمراض. ومن هنا نبحث عن التفكير الإيجابي. ما هي التفكير الماضية؟ ما هي الرسالة التي يريد أن يعطيها الله سبحانه وتعالى في هذا المرض؟ احنا مررنا بهذه الجائحة، مرت لم تمر على العالم، عطلت العالم كله، عطلت العالم كله. نبحث ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يعطيها للبشرية جمعاء من هذا. من حسن الظن بالله. من حسن الظن بالله تبارك وتعالى هذا جانب. وما هي الرسالة الشخصية؟ لأن قد 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 يرى الإنسان يرى فقط في الرسائل العامة، لكن مرينا في هذا الأمر. ما هي الرسالة التي يريد الله سبحانه وتعالى إيصالها لي؟ ولابد أن أبحث عليها حتى أرضى، أستطيع أنني أعيد الطريق من جديد. الإنسان في هذه الدنيا كسائق القطار، نعم، تلك المعرجات إن لم ينتبه فسيأخذ هذا القطار بما فيه الهاوية. صح. لكن حينما يحسن التصرف في هذا المعرج ويحسن التصرف النهاية ويصل الهدف الذي يريد أن يصل إليه. يواجه مشاكل وصعوبات في هذا الحال. مع هذه المشاكل هناك من يعتقد بأنها يعني تزييف للوقائع وتغيير ل وهذا من الأخطاء التي يقع فيها الكثير من الناس. تزييف للواقع هو عندما أنت تلقى في مشكلة فيبدأ يكتف يديه ويشوف فيها تحل هي لا تحل. كل مشاكل، مشاكل أسرية، مشاكل بين المجتمع، المشاكل حتى المشاكل الكبرى بين الدول وغيرها، حينما لا نستطيع مواجهتها ونجلس بيننا بين أنفسنا ونحاول حلها وننظر في المنظور الإيجابي الذي أو ننظر بالمنظار الإيجابي للمشكلة وننظر بالمنظار الإيجابي اللي تكلمنا في هذا الركن في رددنا هذا من خلال السنوات الماضية التي مرينا فيها في هذه القناة المباركة. هو أن الإنسان دائما عنده إدراكين لأي شيء يقوم، عنده إدراك إيجابي، الأمر إدراك إيجابي تصل إلى النهاية وتشعر إيجابي، وإما أن في الإدراك سبب وتر، لأنه نظرته للحياة، نظرته عليه الصلاة والسلام تجد مرض تفاءل خيرا سيفشين الله سبحانه وتعالى. نهاية هو أن سأتكلم عن الأمر من جانبي حتى نربطه لابد على المريضة أو المريض بهذا المرض الله وإياكم جميعا هو أن هذا الأمراض قلنا سبحانه وتعالى بالرغم ما فيه من الألم، لأن غاية الإنسان من الدنيا وش هي؟ غاية الآخرة، يصل إلى الله سبحانه وتعالى بأجر الثواب عند الله سبحانه وتعالى. إذا ما أمرضك إلا لأنه افتقدك أو لأنه افتكرك، عفوا، ما أمرضك وما وضع إنك تفكرك ربي سبحانه وتعالى فأذاق بك من الألم ليعطيك الأجر والثواب عليه فيما بعد. هذا منظور أن في مثل هذه الحالات الانزعاج والقلق والتوتر لن يفيد في الأمر شيئا. يبحث الإنسان ما هي الخطوات التي تجعلني أرتاح في مرضي، من خلال الكلمات الطيبة، من خلال الرسائل الإيجابية، من خلال العلاج، من خلال الرضا بما قدر الله سبحانه عز وجل. نعم. هذا جانب لابد على الإنسان، على المريض أنه يقف عنده. ولذلك نحن دائما عندما نذهب المريض نروح له وش ندعو نقول طهور إن شاء الله. صح. فنحن هو يتألم، نحن نقول طهور في الألم لا، لكن إن شاء الله لك في حياتك، لأن فترات المرض قد لا يقع فيها الإنسان. نعم. ولا يعرف الإنسان حقيقتها، وهو أنها قد تكون وقفة يعطيها لك الله سبحانه وتعالى لتجلس جديد. وكاين كثير من الناس كي مرضوا
الحق هذا هو المرض، ان يعني الانسان في زحمه الحياه واللي مش عارف وين راهو رايح. فمن هنا انا فهمتين ما عادش عنده التفكير باش يرد في المرض، يحاول ان فهذا المنحه اللي كنا نتكلموا عليها، فيحاول يعاود يرتب اموره من جديد، يحاول يعاود يرتب افكاره من جديد. والكثير قلنا من الناس ربما وقعوا في امراض واستطاعوا انهم عندما ننظروا للمرض نتاعهم من الناحيه الايجابيه، هناك من استطاع ان يشفى من امراض منها. لكن بنظره الانسان من اهم المراحل ولا من الحاله، الحاله المرضيه التي تكون فيها من اهم من اقوى يكون عند الانسان هو ان الانسان المريض مستجاب الدعوه. نعم. وهذه كثير من الناس لا يجتبي اليها، وان الانسان من حالات المرض في الحال نحن نروح للمريض يقول لكم ادعوا لي ربي يشفيني، يا ودي انت لازم تدعي لنا، انت دعائكم مستجاب لان الله سبحانه وتعالى، لانك في التواصل مع الله سبحانه عز وجل. وهذا التفكير الايجابي اللي نتكلم عليه، فالانسان عندما ينظر الامور بهذا المنظار فيستطيع ان يكون افضل. الجانب الثاني هو جانب المحيطين بهذا نظرتهم نظره ايجابيه، لان احيانا قد يكون المريض صابرا محتسبا، لكن الناس المحيطين به هم يتاثروا، تقع حالات سبحان الله بعض المرضى تجد هم اللي يصبروا في الناس تمشي الامور ان شاء الله، مش في الحاله لا يعي الجانب الايجابي في هذه الحاله وما يشوفش المنظور الايجابي. نرجع للحديث السابق دعانا ندر وحتى بعض الادوات وزياره المريض من اداب ان لا نكثر الزياره، لا نكثر المكوت عنده، من زياره ان نحدثهم بعض والله المريض فلاني والله مات بهذا المرض، مات فلاني مات المريض، انا يكون دعاء حديث يجعل راحه نفسيه لهذا المريض حتى يستطيع ان يتفاعل مع مرضه ايجابيا يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى. نعم. في النهايه نعم. قبل ان نختم كذلك فيها نقطه اخرى قبل قليل في الكواليس متعلقة بطلبة شهادة البكالوريا، بحول الله تعالى بعد ساعات ستعلن نتائج، نبارك له، وفي من سيرصب، ما هي نصائحه جيد. هو هذا العام حالة خاصة. نعم. ورأيت عندما أعلن وزير التربية إن صح التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي، المهم المفروض هاد الناس هذا العام منحة أعطاها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء أن يكون نجاحهم بتسعة، يعني أن يعطى، فهذه منحة أعطاها ربي على الشيء اللي اعطاها ربي سبحانه وتعالى. فوجد التواصل الاجتماعي الذي ربما يضر بهؤلاء حتى يشعر الانسان اللي جاب بكالوريا بتسعه يشعر انشغل انه ما جابش، افرح بنجاحكم، حتى اللي جاب بكالوريا بتسعه افرح بنجاحك، خليك الان من الكلام واش راح تدير بتسعه واش راح تدير، افرح بنجاحك. عندك فكر في ما الذي هناك في كل هناك في كل باكالوريا ولا في كل نجاح لنا نستطيع ان نصل بها. نعم. لذلك نقول للاولياء تعاملوا مع ابنائكم تعامل ايجابي، نقول للاولياء شوفوا منظار، ربما تأجل نجاحهم كما قلت عباره جيده، وان الذين لم ينجحوا تأجل نجاحهم فقط، او قد يكون نجاحهم ليس في هذا المجال. نعم. الله ربي سبحانه وتعالى هيئ لهم من اخر. نعم. وكم من الناس لم يتحصلوا معين. فاذا نجاح البكالوريا، اذا ستعلن النتائج اليوم، من نجح سنقول له مبروك ان شاء الله في العام القادم ان شاء الله عز وجل، ونشد نتفاعل ايجابيا مع الجميع ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله تعالى، اتمنى الجزائريين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. بارك الله فيكم استاذنا الفاضل، جزاك الله خير. الجزاء نواصل معكم مشاهدينا الكرام روب لويزا دغال حول الاستعدادات للدخول الخيريه.
مع اقتراب موعد الدخول المدرسي تعرف العديد من المؤسسات استقبال التلاميذ بأحسن إجراءات احترازية تم ووقايتهم وتحضيرهم لاستقبال سنة دراسية جديدة في إطار تطبيق البروتوكول الصحي لوزارة التربية وتحت إشراف مديرية التربية لولاية البليدة مؤسسة من وأيضا قمنا بوضع ممرات للأقسام قصد والحرص على التباعد صفوف خصوصا مدرسة يعني تحوي 500 تلميذ 2020-2021 كموسم استثنائي بالنسبة للمؤسسة. نظمت جمعية مبادرة تنظيف وفريق الدخول المدرسي ل 2020-2021 عرف النشاط أيضا من أقسام إلى أروقة إلى ساحة المدرسة أيضا إضافة إلى عملية تعقيم شامل والفناء أيضا. إرشادات هامة ونصائح تم تقديمها للعناية بالتلاميذ وإعداده من أجل تحصيل علمي أفضل. جديدة وهذه السنة ليس ككافة السنوات الأخرى لأنها سنة للتلاميذ حتى للأساتذة، ولكن بالرغم من إجراءات على حسب مستوى أي مدرسة، ونطلب من التلاميذ في المنازل وحمل المعقمات والحد بينهم خصوصا. سيأتي بإذن الله له أطلب أن يراعوا هذا الشعور. ما على العائلات الجزائرية إلا أن يحضروا من خلال ولتعليمهم للبروتوكول داخل المدرسة أو خارج المدرسة أو حتى في المنازل. الأساتذة خاصة لابد من أن يوفروا جو التحصيل المدرسي، يعني على أن يتبع ضد في حياة التلميذ أو في مساره الدراسي. يجب أن تتوفر في كل المدارس ليس في مدرستي فقط بل كافة المدارس المعقمات، أن الماء بدون ما لا توجد نظافة. الأمور لتهيئة نجاح الموسم الدراسي الجديد بعد غياب نتيجة الوباء. الأساليب الوقائية والأسرة التربوية على حد سواء. فعودة ميمونة للجميع. عودة ميمونة للجميع. طبعا نحن على أبواب الدخول المدرسي الذي لا يفصلنا عنه سوى أسبوع بالنسبة للطور الابتدائي، الأسبوع المقبل أو الأربعاء المقبل بحول على 21 من شهر. عد المؤسسات التربوية لاستقبال من وزارة التربية والتعليم كانت قد وضعت بروتوكول صحي خاص لاستقبال الأبناء في أحسن الظروف. لو كما عودتنا أو كما عودنا المجتمع المدني بهباته التضامنية في مثل هكذا
الأستاذ محمد أو عثمان قطاي عضو بالمجموعة التطوعية الخيرية أعينوني بقوة عن استعدادات الجمعيات الخيرية خير بعد هذا الفاصل القصير. باسمكم جميعا مشاهدينا برنامج أنوار الصباح، سيد عثمان قطاي عضو مجلس أعينوني بقوة، أهلا البرنامج. بارك الله فيكم، الله يبارك فيك. شكرا فيك، بارك الله. إذا حديثنا اليوم سيكون حول الاستعداد المدرسي، قبل ذلك أنا أعينوني بقوة متى تأسست، يعني التقاء هذه المجموعة وما هي الأعمال التي تقومون بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم على هذه الدعوة، جزاكم الله خير، ربي يوفقكم إن شاء الله يا رب. مجموعتنا هي مجموعة نقدر نقولوا هي من محاسن كورونا. الأسبوع الأول للحجر اللي كان الحجر المنزلي الوقائي، الحمد لله التقينا مجرد كنا واحد ثلاث شباب، الحمد لله توافقنا وكذا نبداو نخدموا. فكان اول ما بدناه كان المشروع ديالنا هو 100 قفه اولا ما في باب الواد، والحمد لله ربي وفقنا حتى لحقنا خدمنا 1000 قفه ما شاء الله، يعني وزعنا اكثر من 1000 قفه، يعني دي 1000 قفه اللي حصيناها. نعم، في ظرف زمني تقريبا الى غايه بعد رمضان، يعني هذه القفة استفاد منها كل المتضررين من جائحة كورونا. المتضررين احنا كنا قسنا الناس ذوي الدخل اليومي، الناس اللي كانت الدخل اليومي تعمل في الاسواق، اللي يعملوا في الناس اللي تبيع برا، ناس يعني فكانوا ناس متضررين بزاف. فالحمد لله وفقنا ربي انه لحقنا تقريبا 1000 عائلة واش قدرنا الحمد لله. والقفة تاعنا كان حاجة مليحة كما يقول، يعني قفه كامله الله يبارك. ثم بعدها يعني الحمد لله وفقنا بعد العيد صغير ودرنا قفه تاع العيد صغير وبعض الملابس، يعني ملابس تقريبا كانت تقريبا 100 ولا 150 الله يبارك. بما انه ما كاش العيد ما حبيناش حنا يعني نكونوا سبب باش الناري يلبسوا ويخرجوا وكذا، ولكن شويه نعم. عدد اعضاء المجموعه؟ هي عدد الاعضاء الدائمين تقريبا كاين واحد الخمسه، والمتطوعين معنا اللي يجيو ويروحوا رانا لحقنا حتى ال 15 20 واحد. الله يبارك. كيف جاءت في اساس المجموعه حتى تكونوا قدوه ربما للمجموعات الاخرى؟ انبثقت الفكره انه عندنا بزاف ولاد حومتنا يخدموا عمل يومي. نعم. فبعد الغلق هذاك المباشر اللي قامت به السلطات انه الغلق تاع كورونا، تيجي يقول لك كاش ما تسلف لي 50000 كاش ما بصي الحليب، تشوف اللي الناس هادو خاوتك ولاد حومتك والناس اللي قرب ليك مضروا. فجاءت الفكره من هذه انه نتعاونوا شويه شويه، وكانت الفكره فيديو فيه تقريبا دقيقه ونص. نعم، فيديو نداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر مواقع التواصل الانستغرام والفيسبوك، لقى استجابة. وكيفاش لقيتوا استجابات الجزائريين وهبتهم التضامنيه؟ نحن نعلم انه الجزائري معروف بهباته في يعني مثل خاصه في مثل هكذا الظروف. صح صح. كان واحد خونا الله خير خاصه. نعم. بما انه كان متوقف الدراسه مكاش. نعم. قال لي هاوليك المدرسه تاعنا راهي وقف ليكم حتى نهار نبداو نخدم. الله. المدرسه تاعو خدمنا بارك الله فيه، جزاه الله خير، ربي يوفقه ان شاء الله. فأما التضامن يعني يقدرش يحكي عليها. نعم. باش تشوفي انت انسان تدي له قفه يقول لك لا لا خويا انا جابوا لي، روح مدها لواحد اخر. الله يبارك. تسمى ما كانش حاجه فوق هذه. ما شاء الله. ربي يعينكم ان شاء الله ويقدركم يا رب العالمين. كبش العيد ساهمتوا على بعض الاسر. الحمد لله. قلت لك احنا بدينا يعني الفكره كانت ب 100 قفه. نعم. فبما انه لقينا رحمة ولحقنا الاكثر، يعني ما خدمناش غير في باب الواد، يعني زاد طموح. طموح بارك الله فيك. احنا بدينا في باب الواد حتى لقينا في واحد القريه
يسموها بويره الحداب، جايه في الجلفه. لحقنا دينا لهم 50 قفه ودينا لهم بعض الادويه ودينا لهم لي شازرولونت ودينا لهم الحمد لله يعني. يعني كنا خدمنا قفه تاع صغير حدا نخدموه يعني، دوك الطموح زاد وكبر الحمد لله، لحقنا وين قريب 50 كبش. نعم يعني كاين ناس حنا دينا لهم الكبش مباشره عنده شويه، وحنا زدنا عاوناه مع المحسنين بارك الله فيهم جزاهم الله خير المحسنين، انه يزيدوا له شويه واحد يزيد له مليون. لحقنا الحمد لله ربي وفقنا الحمد لله. والجمعيه كذلك والمجموعه تستعد للدخول المدرسي. لا. كيف يكون هذا الدخول المدرسي؟ اول حاجه ظروف استثنائيه وصعبة. ظرف استثنائي كبير. نعم. اول صعيب على السلطات يعني وصعيب على الناس ذوي الدخل الضعيف او المنعدم. نعم يعني راه كاين بزاف ناس كانت تخدم يقولوا مع الاول ناس تخدم بالدخل اليومي ومام كي عاود تفتحت شويه الحاله ورجعت بعض الامور الى مجاريها كما يقول المياه الى مجاريها عمل يقولوا انا راني ضريت انا ثاني ست شهور وانا مغلوق مانيش راح نزيد الخدامين. فهذوك الناس كان لازم علينا درك نوقفوا معاهم. معاهم ما راهيش غير محفظه، ما راهوش غير مقلامه، راهو ماش غير ادوات مدرسيه. نعم كاين ناس ما عندوش حتى البسه باش يدخل. نعم مش ممكن تصبح ما عندوش حتى قهوه حليب لولادك باش يشربها. صح. يعني الناس ينضرت بزاف. تسمى العمل ديالنا ان شاء الله بدينا بالمحافظ وبعض الادوات المدرسيه، وعندنا طموح ايضا من اجل الالبسه الشتويه ان شاء الله التلاميذ خاصه تلاميذ الابتدائي ضروا بزاف الصغار هذوك. تسمى ان شاء الله رانا معاها وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله. فيما يتعلق بتعقيم المؤسسات التربويه ساهمتوا كنتوا يعني خطة في مجال هذا التعقيم تاع المدارس. احنا بدينا قبل المدارس بدينا قبل ما يفتح المساجد، يعني قبل ما تكون قرار بإعادة فتح المساجد قمنا بتعقيم بعض المساجد في إقليم بلدية تاعنا بلدية بابلوات. شفنا مع الناس مع شباب متطوعين عقمنا بعض المساجد يعني مع قرار الفتح. وقمنا ايضا يعني مع المجموعه تاعنا بارك الله فيهم يعني نحييهم بالمناسبه بتنظيم المسجد خاصه. نعم. مثلا باب الواد. نعم. قمنا بتنظيم المسجد، جبنا المحرار هذاك الانفراروج، جبنا الجال، وهذا رانا ان شاء الله ناويين ان شاء الله يعني بتوفير الكمامه ايضا على مستوى هي باش نقول لك مع مديريه التربيه مباشره. نعم. لا لا مع بعض مدراء المدارس. لا ما شاء الله يعني بالعكس كاين بعض المدراء كنت حاير كيفاش حتى الاساتذه راهي ما زلت تلفت لهم. فالحمد لله يعني تسمى توفقنا انه مع بعض نعقموا بعض المسائل بعض ان شاء الله. جميل جدا رب العالمين وان شاء الله تكبر اكثر هذه المجموعه. نعم تفضل يعني كلمه اخيره فقط. بارك عندنا مشاريع بزاف يعني كاين مشاريع مثلا كالتكفل ببعض العلاجات لمده سنه يعني قمنا بها وتكفلنا تاعهم في الاكل في الشرب في يخلصوا الكرا. ما كاين يعني احنا قلت لك بدينا ب 100 قفه شويه تاعهم في لي شازو نذكروا يعني باسم المجموعه صفحه فيسبوك المجموعه التطوعيه اعينوني بقوه. نعم حتى يتواصل معكم ان شاء الله مرحبا بك بحول الله تعالى في ميزان حسناتكم. آمين. ان شاء الله تحت في بلد في ميزان الحسنات. نواصل دائما معكم مشاهدينا على كارم نقترح الآن مرة ثانية زميلة مريم غرف الأطفال.
بأنامل جزيلة تراث عصرية رائعة وفريدة. صناعة الديكورات لغرف الأطفال حرفة استهوت تميز فيها بتصاميم. المشروع تاعي حبينا نديفلوبي ومنتوج جزائري بمعايير عالمية. سينا دي موديل اجتماعي بمشاركين ومتابعين على صفحة الانستغرام. بعد ذلك الزبائن شوية بشوية يعني عرفنا يعني التخصص غرف الأطفال وتخصصنا فيه. يعني بعد احنا اليوم رانا لحقين 7 وان شاء الله نكبروا المشروع. عندنا اخت زوجة في هذا الوقت هي اللي جابت، هي اللي تنظم لنا العمل. هي اول حاجه هي الخدمه تبدا من عندها، هي اللي تنظم لنا كل ديسكريبسيون، بعد لا ديكوب، لاسامبلاج، لا بينتور. كيما راك تمشي معنا اخت ثانيه واحده اخرى في اللي هما واحد خدمته في لا بينتور، واحد في لاسامبلاج، وواحد مع اللي يعاونوا في لا بينتور. الدور تاعي انا هي لي موديل، كيكون الموديل الصغار اللي فيهم الالوان، فيهم الرسم، فيهم هذو كلش انا اللي شدتهم. بصح كيكون كاين عندنا حساب ولا تكون كبيرة، الزوج تاعي هو اللي يخدم. وخدمتي ثاني في إبراز ديكور غرف الأطفال وفق شخصية كل فتاة أو صبي، كما تعد الرفوف من أشكال هندسية بارزة الأشكال الحيوية المستوحاة من الشخصيات أو السيارات وحتى الفضاء الخارجي، البصمة التي تميز هذا المجال. كي نكون نشوف انترنت ولا صورت لي انا نخرج نرسمهم، وكاين حوايج لي ناخذهم، ناخذ الرسمة واجدة وانا نزيد ندخل عليها تعديلات، وممكن نديرها فيديوز ولا ايضا ولا لي واش نخدمو. كنا ناخذو هي الحاجه اللي ساعدتنا، ومن بعد مع الوقت كي حكمنا عرفنا واش انا حابين وعرفنا المجال اللي رانا حابين نتخصصوا فيه اللي هو الاطفال، من بعد كلش جا بشويه بشويه. من الاخطاء تاعنا زدنا نتعلم، الزبائن تاعنا هما ثاني كانوا يعاونونا، زعما هي تجي تمد لنا الزبونه واش راهي حابه، الا رسوم متحركه حنا نخدموا لها الديكور واش على واش يحبوا الاولاد تاعها. طموح لسا في شباب انتج ديكورات تتماشى وعالم الاطفال، تلبي احتياجاتهم طبقا لميولاتهم وميلاتهم، لتكون بذلك محيطا ينمي. عندنا المرحله الاولى كاع على موقع التواصل الاجتماعي، ناخذوا لا كوموند تاعو يعني لي ديتاي. بعد ذلك رانا في الحاسوب نطلعوا يعني لا كوموند تاع لو كليون تاع اللي كيعود لا ديكوب نيميريك، التقطيع الآلي. بعد ذلك تفوت للتقطيع الآلي، عندنا مرحلة الدهان في بعد ذلك. غرف هي مملكة الأطفال الخاصة، لهذا فالفضاء الجميل له مكانه ليبعث الراحة.
المحتوى. مشتركين تاعنا يدعموا فينا موديل نخرجوه ولا رسم جديد نخرجوه، يعني مباشرة نبارطاجيوه على يعني الشكر الكبير للمشتركين. افتح نكبروا المشروع الى غايه انه نولوا يعني ورشه كبيره ولا مصنع نوصلوا للعالميه باذن الله. النجاح بعد التوكل على السبيل لتخطي العراقيل. معيلي ومن عالم الديكور نمر إلى عالم الاقتصاد وصرف صيرفة من خدمات وصياغة الصيرفة في عدد اليوم من ركن رفقة الدكتور عبد الرحمن بن يمين الذي سيشرح ويفصل بحول الله ويبسط بعد هذا الفصل القصير. باسمكم جميعا المشاهدين الكرام دعوني ارحب بالدكتور عبد الرحمن. يا اهلا ومرحبا بكم دكتور. سيدتي الكريمه ربي يبارك فيك، مبارك شكرا ان شاء الله. نصل دائما سلسله تحدثتم الاسبوع الماضي عن الاستصناع، حديثنا هذا الأسبوع نخصصه للتجارة التمويلية التي تعد من أهم صيغ الإسلامية المستحدثة في مجال الإيجار من أهمية وضرورة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية طبعا للمجتمع. هل لكم دكتور أن تقدموا لنا أهم مبادئ هذه الصيغة؟ إن شاء الله يا ربي. كما تفضلت المو على الاجاره ولا باش يفهم المواطن الايجار، لكن احنا نقولوا الاجاره المنتهيه التمليك. نعم. ايجار راح يكون بين طرفين، مؤجر ومستاجر. لكن شكون المؤسسه الاسلاميه؟ يعني اطراف هذا الصيغه المؤجر والمستاجر. المؤجر والمستاجر. نعم. الانسان باش ياجر والمستاجر باش يتملك هذاك الامر، وبالتالي اذا في الصيرفه الاسلاميه هذا الصيغه كاين المؤجر اللي هو البنك. نعم. مثلا نشري سياره ولا محتاج نشري سكن، نروح للبنك نقول لهم اني حاب ولا ايجاره، من بعد نقول لهم اسكن ولي مالك الافان ولا لا؟ ايه يقولوا لي لا حبيت ما كاش مشكل. كاين صيغه الايجاره من تملك، يعني راك سكون ابان لوكاسيون فون لا ديال ولا يعرفوها. اذا تخلص ايجار بصح راك تخلص وتتملك. نعم. وممكن ما تملكش الافان، تحب ما تملكش ما لكن في 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 دول اخرى كاينه يقول لك انا نريح ماجر وما نتملكش، باسكو كي تملك عليها انا نجوز نشري سياره واحده اخرى بالاجاره. هذه باش نشوف الصوره، هذه شرحتها. البنك باش المؤجر لازم يشري، ونكمل في المثال، اذا لازم يشري السياره لهذا المواطن، لكن ما يروحش هو يخير له السياره. وبالتالي اول حركه تم انه هذا المواطن ولا العميل يروح ينتقل عند بائع السيارات ولا عند التاجر ولا عند لو كونسيسيونير، المهم عند بائع السيارات يقول له مثلا انا خيرت هذا بمواصفات يشري هذا السياره يتملكها باش تكون عنده الصفه انه ممكن يدير عقد ايجار
للمستأجر لهذا المالك. نعم. وبالتالي البنك يشري السيارة، يكون يتم اتفاق البنك يشري السيارة من بعد للمستأجر عن للعميل ولا للمواطن، يسموه المواطن. كلمة عميل صاحب المشرق يسموه العميل، لكن هي تسمية يعني باللغة العربية قوس قوس السريع، حتى لغة الإجارة تروحي الإجارة، الإجارة مشتقتها الأجر، يعني أعطي لي الأجر. إذن إحنا برك إحنا نقولوا اللوكاسيون الإيجار، لكن وأهل اللغة أدرى بذلك، هذه باش لما يسمعوا الكلمتين ما يستغربوش الأمر. وبالتالي هذاك راح يشري لك السيارة، يدير معاه عقد إيجار. بصح قبل عقد الإيجار راهو دار عقد شراء مع البنك، نتصوروا مع السيارات، هاو بائع سيارات هنا، هاو البنك. أول حركة العميل يروح للتاجر يختار السيارة. ثاني أمر، العميل يروح للبنك يدير معاه اتفاقية. نعم. باللي أنا راني خيرت سيارة وراني جاي نشري عندكم السيارة بهذا الصفة. ثالث أمر، أنه البنك يجي يشري هذا السيارة. رابع، أنا في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، أنه البنك يدير عقد إيجار للعميل تاع السيارة، ولمدة محددة تحدد من قبل، قال 3 سنوات 5 سنوات، تحدد باتفاق على حسب إمكانيات المستأجر. وفي شروط يعني وفيه جستمو احنا انا حتى لدرك راني ندير مقدمات مفاهيم. نعم. ومن بعد ان شاء الله ربي قدرنا راح نولي نشرح الشروط الأساسية اللي يعرفها، لازم يعرفها المواطن في واجباته. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الأولى هذه تاع الصيرفة راني نتكلم على كل التمويلات الموجودة باش لما قمنا على الأقل تفضل. اليوم تفضل. ربي يكرمك. إذا البنك يدير عقد إيجار، تحدد المدة الآخر على حسب السعر تاعو، على حسب ممكن يقول لي وعلاش ما نديرش استصناع، وعلاش ما نديرش مرابعة، فرق بينها وعلاقتها بالمرابعة. إيه هذه إن شاء الله بالك اليوم الوقت ضيق. نعم. أنا كنت معول إن شاء الله ندير مقارنة، لكن ممكن الوقت ضيق نبدا فيها ونكملها المره الجايه ان شاء الله. لكن الصيغ تختلف في الربح، انه نشري وندي اون مارج هامش ربح. اصلا انا صنع لك هذاك المنتوج تاعك. ممكن تكون ما لكن هو انه هذا الصيغ في حدود ما المؤسسات الإسلامية للفتاوى الشرعية أنها صيغة إسلامية. الصيغة الإسلامية تتميز بأمر أنه أي صيغة إسلامية هو الصيرفة الإسلامية ما تبيعش وتشري المال. هذه سيارة، هذه نظرية، أنه تتميز أنها تأخذ الخطر معك، وبالتالي البنك يشري. الآن نجي لفرق مهم، فرق لما تكون مستأجر ولما تكون شاري. منتهية التمليك يعني حتى الله فين باش تشري، عندك طريقتين اللي تشري، يا إما يبيع لك من مبلغ رمزي، يا إما يدير لك عقد الملكية من البنك للمواطن. نعم. للعامل. ما هو الفرق لما نستأجر ولما نشري؟ نعم. لما البنك يكون مالك السيارة، وحتى الصيانات الكبرى تاع السيارة باش لانه شكون كيفاش لما تكون راح تشري باقساط عن طريق المرابحة، هنا حبيبي انت راك مالك، وبالتالي تتغير الصفات. على هذيك لما نشوف هذه تشبه بنسبة فائدة، وحنا نشوف نوضحوها، ما نوضحش شيخ الشرعية مش تخصصي، انا اخذ الفتوى بما اتت. نعم. لكن نوضح العقود وبنود العقود باش ما يروح للبنك. شوف في الخارج لما يديروا له ليزينغ في السيارات، سيتون ممكن يبيع لك الافا، ممكن تقول له ما نشريش. علاش بداوها لمن كانوا يديروها اولا كاع، يديروها للاطباء.
الطبيب يعيطوا له عطنا شتاع الليله عنده شمال يسهلوا له يديروا له يشروا سياره. أنا نشرح النقطه لانه نقطه مهمه في المقاربه اللي نشرح فيها. تشري سياره لما ينتهي الايجار خمس سنين تشريها انا وين ندير لها صيانتها؟ بصح كي يكون ليزينغ سيرتو الطبيب عندهم 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 اتفاقيات خاصه تحبس له وين تحبس له عطنا وياخذوا يمدوا له سياره واحده اخرى هذو اللي يبيعوا له بارليزينغ. لان الهدف التواصل مع المريض ماشي الهدف السياره للاجاره راك مستاجر خلاص خمس سنين والاتفاق يتم في البدايه على الايجار او الشراء. يعطيك الصحه. الاتفاق ممكن في البدايه قال انا ما نشريهاش على فهم. ممكن يقول لهم لا نشريها وممكن تشريها في الوسط مثلا تقول لهم انا ندفع الاقساط كل هذا يتم باتفاق العقد شريعه المتعاقدين. اتفق مع العميل اولا مؤجر مستاجر. نعم. ثانيا لما تكون مستاجر كاين امور ماهيش من مهامك لانه صيانه الملك يقوم به صاحبه، لكن الاستعمال العادي والحفاظ على الملك كرب عائله كما يقول القانون المدني تاعنا هذا واجب المستاجر. دوك انا نكري لك دار ماشي معناها نجي نخيط تاع تريسيتي خارجين، لا لازم تلتهي القانون المدني. واش يقول لك؟ يقول لك لازم تتهلاي في هذا الدار كانك رب عائله، يعني هذا الدار عائلتك التهي بها كما تلتهي بعائلتك. وبالتالي المستاجر عنده مسؤوليه في في في, في, في الاستعمال العادي ماشي الاستعمال غير العادي، والبنك يقوم بالباقي. من بعد الى انتهت بالتمليك تباع مثلا عموما الشيء اللي يندار تباع بثمن رمزي، وبالتالي السيد اللي مالك السياره. وان شاء الله المره الجايه نديروا المقارنه بين المرابحه الاستصناع والاجاره ونديروا بند ثاني ان شاء الله. ان شاء الله تكون تكمله الاسبوع المقبل ان شاء الله يا رب. تعالى احنا نشكرك جزيل الشكر دكتور بنيامينة. الملتقى الاسبوع المقبل الاربعاء ان شاء الله. وبحول الله تعالى بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا اليوم برنامج أنوار صباح. نرى الله صباحكم وأيامكم بكل خير. تقبلوا تحية الفريق الذي خدمكم في الإخراج حمزة كمال، في سكريبتانا كلتوم، في كتابة سنتي حسينة حداج، في تسيير البلاتو مسؤول الإرسال، كذلك في هندسة الصوت صالح قادري، ميلودي مهندس استغلال، وفي التصوير سارة ومحمد. دمتم في رعاية الله وبركاته. يا صباح الخير يا